يعلن الديوان الملكي ان حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسي الخليفه عاهل البلاد المفدى سيتوجه بحفظ الله ورعايته يوم غد الاثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر ابريل الجاري الى الجمهوريه الفرنسيه الصديقه في زياره رسميه تلبيه لدعوه تلقاها جلالته من فخامه الرئيس ايمانويل ماكرون رئيس الجمهوريه الفرنسيه يجري خلالها مباحثات مع فخامته تتناول علاقات الصداقه والتعاون التاريخيه الوثيقه التي تربط بين البلدين الصديقين، بالاضافه الى اهم التطورات الاقليميه والدوليه والقضايا موضع الاهتمام المشترك، رافقت جلاله الملك المفدى سلامه في الحل والترحال.